أهلا بكم. لا يزال تصاعد الحركة المطلبية للمعلمين وموظفي القطاع العام في واجهة الاهتمام في صحف بيروت، جنبا إلى جنب مع ملفي الانتخابات والتطورات في سوريا وتداعياتها على لبنان. كلام بيروت سيطرح كل هذه العناوين مع الكاتب السياسي الأستاذ زياد الصايغ. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بك. سنبدأ الحلقة مباشرة بكاريكاتير ستافرو جبرة بجريدة الديلي ستار. رسم الرئيس ميقاتي يحمل راية الحكومة ويتطلع بتعجب إلى المتظاهرين يطؤون الراية. السياسات الاقتصادية الاجتماعية لا تعالج لا بالارتجال ولا بردات الفعل. المشكلة الأساسية أنه إقرار سلسلة الرتب والرواتب أتى بارتجال دون تخطيط ودون احتساب الكلفة، وبنفس الوقت الهيئات النقابية حتى الآن هي تقوم بعمل تقليدي على مستوى يعني. على مستوى العمل النقابي، وقد يكون كان الأجدى والمفيد أن تطرح الحكومة الحلول والمخارج وتقابلها أيضا حلول ومخارج من هيئة التنسيق النقابي. نحن أمام مشهد تقليدي في صدام بين الحكومة وشركاء العقد الاجتماعي أي أصحاب العمل والعمال، والمطلوب ربما خطوة جريئة من الطرفين لإخراج البلد من هذا المأزق، خصوصا بعدما سمعناه في الأيام الأخيرة من أن الكلفة ستكون كبيرة جدا، ليس فقط على الاقتصاد اللبناني ولكن أيضا على الاستقرار النقدي، وهذا شديد الخطورة. ماذا قصدت بالخطوة الجريئة؟ التراجع، تعليق الإضراب يعني بانتظار؟ لا لا، أنا بعتقد المطلوب أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى خطوة جريئة لمخاطبة اللبنانيين بشكل جدي، مش على قاعدة انه نحن سنقر السلسلة وسنرسلها الى مجلس النواب، وانه بدنا شوية وقت بعد تندرس. يعني صار العملية 6-7 أشهر عم ندرس السؤال المطروح. يعني ما بعتقد انه احتساب الكلفة والبحث عن موارد هو مربوط فقط بهيئة التنظيم المدن اللي تحدثت عن الطابق الاضافي او زيادة عامل الاستثمار. بعتقد هناك رزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي لم تزل تغيب الآن. بعدين سؤال آخر، هل يا ترى إقرار السلسلة فقط يؤمن للبنانيين التغطية الاستشفائية الشاملة، يؤمن لهم نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، يخفف من نسبة البطالة، يحيي الدورة الاقتصادية؟ وبعدين نحن مش أمام إذا بدك زيادة للأجور، نحن أمام تصحيح للأجور. نعم. بظل التضخم الذي ساد لبنان من سنة 1999 لهلا. بهذا المعنى المشكلة القائمة في لبنان انه قد تكون الحكومة اقرت هذه السلسلة لكسب عاطف شعبي. نعم. وعاطف شعبوي، ومن ثم يعني قررت بشكل يعني انه وقررت ان تذهب باتجاه البحث عن موارد لإلها، وقال نحن عندنا وقت. ما بعتقد انه الهموم المعيشية للمواطنين اللبنانيين تستطيع أن تنتظر هذا الوقت الكبير. نعم. لتلبيتها. يقول النقابيون أستاذ صايغ أنه في فعلا إمكانية لتأمين الموارد من خلال الهدر يلي عم بيصير والفساد والسرقات، ويعطون أمثلة على ذلك ما يحصل بالمرفأ بالأملاك البحرية وغيرها. هل من السهولة بمكان برأيك يعني أن تكون هذه يعني المسائل هي تؤمن الموارد بعد كل هذه السنوات؟ أولا يجب إيقاف الفساد والهدر، مش بس لأنه نحن نحتاج إلى موارد لتصحيح الخلل البنيوي في الاقتصاد اللبناني تحديدا. نعم. وإيقاف فعليا مخارج الهدر الكاملة على كل المستويات. نقطة الثانية، نحن نحتاج إلى إطلاق ثورة على مستوى الإصلاح الإداري. نعم، هيدا كله للأسف مربوط بالطبقة السياسية. نعم، ما هنا المظلة السياسية، هل هي مؤمنة؟ ارفعوا أيديكم سياسيا عن الإدارة ترتاح الإدارة. المطلوب، وربما قد تكون هذه المرحلة تحتاج ربما إلى جهود الكثير من التكنوقراط والمحترفين في لبنان الذين يستطيعون فعليا أن يصوغوا سياسة اقتصادية اجتماعية على مستوى الاستراتيجيات الكبرى الماكرو
وبنفس الوقت الدخول إلى السياسات التفصيلية، يعني من مستوى مصلحة كيف تدار المصلحة إلى مستوى إدارة عامة، وهنا أتكلم عن وزارة إن كانت سيادية وإن كانت خدماتية. هيدا كله اليوم يمكن في حدا بيقلنا أنه هيدا مش الوقت، نحن هلأ عندنا معمعة انتخابات. نعم. أنا أعتقد أننا في هذه المرحلة نستطيع وبظل ما يجري في الشارع من المطالبة بحقوق مكتسبة، هي مش حقوق أنه نعم يطالبوا فيها، هي مكتسبة لهم حق فيها. نعم. قد يكون هذا الوقت الذي يجب أن نطرح فيه معا كلبنانيين جميعا بغض النظر عن الاصطفاف السياسي رزمة شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا البلد قد يكون ذاهبا بالإضافة إلى الاصطفاف السياسي إلى مؤشرات من بعد الانزلاق نحو الانهيار الاقتصادي النقدي. جريدة السفير نقلت عن هيئة التنسيق النقابية أنها رفعت وتيرة تحركها بوجه الحكومة لحملها على إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب بصفة المعجل بلا تقسيط أو تجزئة. ميقاتي أبلغ زواره أنه لا يتراجع قيد أنملة عن التمسك بالاستقرار والتوازن المالي والنقدي، وأنه لا يرمي البلد في المجهول مهما بلغ الصراع. وبهالوقت البلد معطل يعني، وكل العمال في الشارع، وهلأ نحن أمام إضراب أيضا للنقل، ويعني فئات جديدة اجتماعية تنضم. لولا ما لم نعتد عليه في لبنان اليوم أن تجلس الحكومة مع الهيئات الاقتصادية مع العمال، يعني شركاء العقد الاجتماعي ثلاثة بيقعدوا مع بعضهم ثلاثتهم وبيخاطبوا الرأي العام بالأرقام، يعني من غير المجدي أن يقول دولة الرئيس نجيب ميقاتي وتحديدا الذي ينطق باسمه هو وزير الاقتصاد يلي اليوم رح تكون تظاهرة هيئة التنسيق النقابية أمام وزارة الاقتصاد مع الوزير نورا نحاس، إنه نحن ما بنمشي تحت التهديد. مش هيدي القصة في تهديد ولا ما في تهديد. وبنفس الوقت هيئة التنسيق النقابية ما فيها تروح باتجاه اعتبار انه الهيئات الاقتصادية كلها هيئات غير حريصة على وحدة البلد وتماسك البلد والاستقرار الاقتصادي الاجتماعي. السؤال المطروح، يمكن لو اللبنانيين فتحوا النقاش بسلسلة الرتب والرواتب وكلفتها قبل الذهاب نحو اقرارها، مش من بعد ما أقرت وقال خلينا نشوف الموارد وخلينا نروح بعدين باتجاه تحويلها مجلس نواب، كانت الأمور أفضل بكتير من هلأ. بعدين شو حلو كان هالمشهد لو قدرنا شفنا على شاشة عملاقة مناظرة بالأرقام بين الهيئة الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية من جهة، من جهة تانية أن تكون الدولة اللبنانية هي راعية لهذا الحوار. أنا لا أتكلم عن الاجتماعات المتتالية التي جرت والتي تبين أن فيها وعود كلامية، وهنا استعيد كلام غبطة البطريرك الكاردينال الراعي عن أنه الحكومة مسؤولة عن عدم تنفيذ وعودها الكلامية. ومبارح كان مش مفاجئا، كان من الطبيعي أن تعلن هيئة التنسيق النقابية أن سقف تحركها هو سقف كلام البطريرك الماروني، بما يعني أنه أنتوا وعدتونا وما وفيته. نعم. وقد ترجم كلام غبطة البطريرك ما بشارة بطرس صراع بقرار المدارس الكاثوليكية اقفال ابوابها اليوم، وان المدارس الكاثوليكية بدأت تتحسس المأزق الفعلي، وهي لن تكون بمواجهة الاساتذة والمعلمين، لان الاساتذة كمان منهم هن لا بمواجهة الاهل ولا بمواجهة إدارات المدارس. هذا ما يبدو، يعني المدارس الكاثوليكية بتبريرها للإقفال اليوم منها تأييدا لمطالب الأساتذة، احتجاجا على الطريقة يلي تم قطع الطرق فيها أمام المدارس يلي كانت بدها تفتح أولا، يعني ووصفتها باليوم الأسود. أولا يعني أنا ما بدي أعمل محامي الشيطان، بس خلينا نتنبأ. أول شيء ما تم في قطع طرقات مبارح. اثنين، يعني الخبر الأخبار يلي سيقت قبل ما الإضراب جعلت المدارس تخاف يمكن من أن هو ما بدنا يعني ما بدنا نروح باتجاه كمان التهويل بما يجري في الإضراب. الإضراب سلمي وحضاري. نعم. وأعتقد أنه كان الأجدى أن يكون بعدة أيام محددة في الشارع ومن ثم نذهب إلى منتدى حوار اقتصادي اجتماعي. نعم. عام. وهنا أستدعي غياب دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي باتفاق الطائف
تم الاتفاق على انشاء مجلس اقتصادي اجتماعي. السؤال المطروح بهيك ازمات المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو يكون منتدى الحوار بين شركاء العقد الاجتماعي الثلاثه، وين المجلس الاقتصادي الاجتماعي؟ هل الطبقه السياسيه اللبنانيه هلا وقت احيائه برايك؟ حتما حتما الان هو اوان وضع الاصبع على الجرح والقول. ما بقى فينا نسترسل بالارتجال بالاقتصاد. نعم. وأنا بتذكر عندما تم إقرار الزيادة للقضاة والزيادة للأساتذة في الجامعة اللبنانية كان في نقاش إنه هذا الموضوع سوف يرتب على الخزينة اللبنانية كلفة عالية وسوف يستدعي تحركا من القطاعات الأخرى. نحن وصلنا له بوقت دولة الرئيس وهذا السنيورة قال إنه إقرار الزيادة للقضاة والأساتذة الجامعة اللي هي زيادة محقة وهن بتحق لهم بطبيعة الحال، ولكن في ظل ما يجري في العالم العربي وفي ظل إذا بدك الاقتصاد الريعي اللي بيعيشه لبنان وفي ظل هذا الأحجام من دول مجلس التعاون الخليجي في الإسهام في الاقتصاد اللبناني بسبب الوضع العام الموجود وبسبب السياسات الخاطئة والكثير من إذا بدك التصريح التي أضرت بهذا الموضوع، بعتقد كان من المجدي أن نجلس معا على طاولة نتحدث فيها بالأرقام ونبتعد فيها عن سياسة شراء الوقت من جهة وسياسة الصراخ من جهة أخرى. بختام هذا الموضوع منشوف أرماء حمصي بكاريكاتير النهار رسم مضرب يحمل بيد لافتة لافتة الإضراب المفتوح ومضرب عفوا ويكابش بيد الرئيس ميقاتي من خلف كونتوار عليه لافتة الصندوق مقفل فيما تدلى نزولا من يدي المضرب وميقاتي المواطن معلق يعني عم تقع على المواطن. أكيد أكيد مين يعني المواطن؟ المواطن يعني كلنا يعني الدولة من يدفع كأنه المواطن منه مضرب يعني هيك كأنه ضحية يعني من يدفع ثمن التشدد في المواقف وعدم الذهاب باتجاه ايجاد مخارج، كلمة انه نحن عم ننبش على موارد بس ما بتكفي، خلينا نشوف ما هي امكانات البحث عن موارد بشكل جدي، والنقطة الثانية هل إذا غطينا السلسلة بموارد هلا بهالفترة السريعة، ماذا سنفعل في السنوات المقبلة؟ ما هذا كمان بده نقاش وبده بحث. الاقتصاد اللبناني اليوم أمام تحدي كبير، وأعتقد انه آن الأوان أن نذهب معا كشركاء في العقد الاجتماعي وتحديدا العمال وأصحاب العمل. ومبارح سمعت دعوة من أحد أقطاب الهيئة الاقتصادية الأستاذ محمد الشقاير يدعو هيئة التنسيق النقابية إلى طاولة حوار جدية، بعتقد هذه مبادرة إيجابية يجب الذهاب لها، ويجب أن تتحمل الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية مسؤوليتها فعليا برعاية هذا الحوار للوصول إلى مخرج يرضي الجميع ويبقي على عجلة النمو الاقتصادي المتعثرة أصلا بالحد الأدنى قائمة. بموضوع تاني كمان موضوع كباش وسجال قانون الانتخاب، جريدة النهار تنقل عن مصدر دبلوماسي غربي في بيروت أنه لم يخفي في كلامه ارتياحه إلى تراجع حظوظ المشروع الأرثوذكسي ويشدد على ضرورة حصول الانتخابات بموعدها على رغم إمكان تفهم حصول تأجيل تقني لبضعة أشهر. هل السجال أو الكباش القائم اليوم بين النقابيين والحكومة بيشبه ذلك الدائر حول قانون الانتخاب؟ أولا من المعيب إذا عندنا فعليا مسؤولين في الحكومة وأيضا على مستوى المعارضة، من المعيب أنه كل العالم العربي بظل الربيع العربي ذهب إلى انتخابات وإلى صناديق الاقتراع ونحن بدأنا نتكلم عن تأجيل تقني. أول شيء شو يعني تأجيل تقني؟ يعني اللبنانيين شاطرين أوقات بإيجاد مصطلحات لغوية لتغطية السماوات بالأبوات. تأجيل تقني شو بغطي يعني؟ تأجيل تقني يعني أنه نحن بدنا نأجل الانتخابات لأنه مش قادرين لوجستيا. أول شيء عملية إعداد لوائح الشطب أيا تكن المهلة إنجاز لقانون انتخابات، بعتقد أنه في إمكانية وبظل الدعم الدولي وتحديدا من الاتحاد الأوروبي ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديدا للخلية الخاصة بالانتخابات قادرين يعملوا إنجازات بظرف جمعتين وبيعدوا كل شيء. هيدي منا مشكلة. النقطة الثانية، المشكلة الأكبر الموجودين فيها نحن أنه الطبقة السياسية عم تشرع لحالة قانون انتخاب إعادة إنتاج حالة. يعني هذا سؤال كمان مطروح. ثلاثة، تراجعت حظوظ
اللقاء الأرثوذكسي، وفي جو سوء وكأنه الفاتيكان يريد كان هذا المشروع. نعم. وهنا من موقع الذي سمع بأذني أنه لا مش مزبوط، الفاتيكان لا يريد ولا يقبل بتفتيت النسيج الإسلامي. نعم. المسيحي اللبناني ما بيقبل بهذا الموضوع. فإذن إذا تراجعت حصص لقاء الأرثوذكسي ودفننا 60، اليوم بدأنا نسمع بمشروع مختلط بين النسبة والأكثر. يعني ما بعتقد إذا في إرادة جيدة وإرادة حسنة عند كل الأفرقاء معا، وتحديدا الفريق الحكومي. نعم. الذي يمسك بزمام المبادرة اليوم أن يذهب باتجاه، والحكومة تقدمت بمشروع. نعم. وقد يكون هناك إمكانية إجراء تعديلات جوهرية وبنيوية على المشروع، ولكن بالمعنى الدستوري رولا الحكومة بعثت بمشروع إلى مجلس النواب. من الغريب أنه أطراف أخرى بالحكومة. نعم. بتطرح مشاريع أخرى من برات المشروع الذي تقدمت به الحكومة، وأنا أتكلم عن البعد المؤسساتي. فليذهب الجميع إلى هذا المشروع. يعني أنا ما عم أقول لهذا المشروع تحديدا، إلى الإبقاء على روحية الميثاق اللبناني من جهة في أي قانون انتخابي، لأنه قانون انتخابي هو تعبير عن نظام السياسي. النقطة الثانية، إلى الإبقاء على الحد الأدنى من التوافق بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وهنا سوف يسجل التاريخ لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان موقفه الصارم بأنه سوف يطعن بالتمديد لمجلس النواب، وهذه نقطة كتير مهمة، وأنه سوف يطعن بأي قانون انتخابي غير ميثاق. نعم، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اليوم هو مؤتمن على الدستور، وهو يبقى. وأنا ولا مرة كنت أؤمن بشخصانية الاعتبارات، ولكن فعليا فخامة الرئيس اليوم يؤكد على أنه ضمير هذا الوطن، وعلى أنه مؤتمن على الإبقاء على عجلة المؤسسات الدستورية قائمة، والإبقاء على تداول السلطة بشكل منتظم وسلمي رغم كل الاصطفافات السياسية، انطلاقا من قناعته ولكن موقف هذا استاذ صايغ يعني ما بدي اقول كلفه كمان هجوم عليه. يعني سمعنا العماد عون قبل فتره ايام بيقول انه طعن رئيس جمهوريه ما راح يمشي، ونحن عندنا ملفات، ويعني كمان اخذ بالسياسه هذا الموضوع. انا بعتقد انه آن الاوان ان نرتقي بالخطاب السياسي الى مستوى البحث في مبادئ، وليس اطلاق الشعارات الديماغوجيه والشعبويه. بس الشعارات تغري الشارع يعني ويصدقها في اماكن. المطلوب ان نرتقي بالشارع الى مستوى خطاب مبدئي ميثاقي لبناني. العماد عون مقتنع بمشروع قانون لقاء الارثوذكسي، وهو يقوم بشكل مشروع في السياسه اللبنانيه في الدفاع عنه، ولكن ايضا الأفرقاء الآخرين يقومون أيضا بتفنيد الأسس التي قام عليها مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي. وبالنتيجة إذا كان لابد من الذهاب إلى المجلس الدستوري، نعم فلنذهب إلى المجلس الدستوري. ولكن وبعتقد في شيء مهم لفتني بهاليومين، مقالي للدكتور نصيف أزي اللي هو أحد قيادي تيار الوطن الحر في جريدة الأخبار. نعم. رسالة إلى المسيحيين. نعم. اليوم القاتلة، اليوم الحلقة الثانية، اليوم الحلقة الثانية من هالمقالة. يعني هيدا مطرح رولا تستعيد فيه الانتليجنسيا في كل الأحزاب وفي كل التيارات عودتها إلى مبدئية الطروحات الوطنية. وهنا يلاقي الدكتور نصيف أزل الذي هو قيادي أساسي. نعم. في التيار الوطني الحر يلاقي طرح فخامة رئيس الجمهورية، ويلاقي طرح ربما تيار المستقبل، وهو يبتعد عن التيار الوطني الحر وينتقد تحالف القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر وتيار المردة في موضوع القانون الانتخابي. خلينا ناخذ بس نعرض مقطع من هالمقالة لنصيف أزي. إذن رسالة إلى المسيحيين، القانون المذهبي يغبش صورة التيار، يقول لا تخطئوا من جديد في حقنا نحن مسيحيي المعاناة، إذ لم يعد بمقدورنا أن نحتمل التجارب القاسية. مهلا أيها القادة المسيحيون في خياراتكم والرهانات، فلا مصلحة لنا نحن المسيحيين في هذا الطلاق ولو كان شكليا، ومهما كانت المبررات. وصف هذه الرهانات بالقاتلة. أكيد. بالجزء الأول من خلينا من مقاله. نكون دقيقين. لبنان قام على الشراكة المسيحية الإسلامية،
نعم نحن نريد عدالة التمثيل وصحة التمثيل، نعم. مش بس على المستوى المسيحي. وماذا تعني صحة التمثيل؟ أولا تحسين نوعية التمثيل بتقديم الطوائف اللبنانية والأحزاب اللبنانية أفضل ما عندها من نوعية إسهام في بناء الدولة، مش أكثر الأكثر تعصبا. نقطة تانية، نعم، العدالة التمثيلية تكون بعدالة الاختلاط بين هذه النوعيات من المساهم في بناء الدولة، مش بعدالة الفرز والتفتيت. نقطة الثالثة يلي بعتقد لم يتم الإشارة إليه بشكل جدي ويمر يمر الكرام، إسرائيل تسعى إلى تكريس يهوديتها في المنطقة. نعم، هل نقدم لها على طبق من فضة خدمة تحويل لبنان الى كونتونات طائفية بالوقت يلي لبنان قاوم مشاريع التقسيم من 1975 لل 1990؟ كيف هالقصة هي؟ واللي عم يلعب لعبة الاقليات اليوم بالمنطقة واللي هي اسرائيل تحديدا، والذي يتبنى خطاب انه في اقليات بالمنطقة يتبنى الخطاب الاسرائيلي تحديدا، لانه اسرائيل زرعت في المنطقة عدوانيا وهي تقول عن نفسها انها اقلية خائفة. هل نستطيع كلبنانيين بعد كل التضحيات التي تقدمنا بها للحفاظ على ميثاق العيش المشترك، رغم كل الخلل البنيوي، خلينا نقول في خلل بنيوي بممارسة النظام اللبناني، وهنا يجب أن يسجل للمسيحيين أنه هلا هنا عم بحطوا إيدهم على الجرح وعم بيقولوا في خلل بنيوي، نعم. بس هل نعالج الخلل البنيوي بإيقاف خلل آخر وبتدمير بنية المجتمع اللبناني؟ ما بيصير. بهالسياق اليوم الأخبار استسايغ تقول أنه الانتخابات تبدو بحكم المؤجلة، في عدة معطيات منها من المبكر التكهن بتمديد ولاية مجلس النواب، لكن المرجح حتى الآن تأجيل إداري للانتخابات بضعة أشهر أقصاها تشرين الأول. بمكان آخر جريدة الجمهورية تنقل عن أجواء الرئيس ميقاتي أنه أبلغ مسؤولين أنه إضافة إلى موقفه من التغيب عن أي جلسة نيابية يطرح فيها التصويت على الأرثوذكسي، فهو لن يوقع القانون في حال تم جمع الأكثرية النيابية المطلوبة له في أي جلسة. وعلمت الجمهورية أن النائب محمد رعد سيزور قصر بعبدة اليوم للبحث مع الرئيس سليمان في كل القضايا السياسية والانتخابية ومجمل تطورات الوضع على الحدود اللبنانية السورية. يعني من المتوقع أن يكون محور البحث مشروع الحكومة يلي الرئيس سليمان من الأساس عم بيقول أنه ممكن إدخال تعديلات عليه. موقف النائب جنبلاط يلي هيك يبدو أنه فاجأ الجميع، هل هو إعادة تموضع جديد له بخصوص تأييده مشروع الحكومة؟ حسابات النائب وليد جنبلاط هي حسابات لا يمكن أن يفهمها إلا النائب وليد جنبلاط نفسه. بعتقد هذا الموضوع يرتبط بحسابات النائب وليد جنبلاط، ولكن إذا أردت أن تفهمها كيف؟ لا أنا بدي أفهمها بشكل دستوري، وبدي أرجع على كلام فخامة الرئيس. قال فخامة الرئيس أنه في مشروع أقرته الحكومة وحولته إلى مجلس النواب، تعالوا نبحث في هذا الصيغ. هلا في اعتراضات كبيرة على هالمشروع، على تقسيمه، على حتماً الدوائر، حتماً المحافظات، ولكن بمعنى انتظام العمل المؤسسات، نعم، بطبيعة الحال هذا المشروع يجب أن يدرج للنقاش. وكمان في مشاريع أخرى غير القاء الأرثوذكسي، في دوائر الخمسين يلي طرح أيضا وطرحوه الكتائب والقوات اللبنانية ويلي ما كان عنه كمان تيار المستقبل. هناك المستقلون، النواب المستقلون اليوم عم بيحاولوا يطرحوا مبادرة تتعلق بالنظام المختلط. طيب نعم. والرئيس دولة الرئيس نبيه بري طرح الخوف أنه تكون معمعت هذه القوانين. نعم، هنا السؤال، عودة إلى نقطة الصفر. نعم، عودة يعني إلى نقطة الصفر وتطيير الانتخابات. مشان هيك على الطبقة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها وأن تحمي انتظام تداول السلطة الديمقراطية في لبنان، وإلا سوف يلعنها التاريخ. ما حدا بيقدر يتحمل بظل التحولات التي تجري في العالم العربي أن يعود لبنان 1000 سنة لورا. ما بيقبل، ما بيقدر يقبلوا اللبنانيين. هن يلي أجروا انتخابات، بتذكر بال 2005 بأصعب وقت وصار بظل الانقسام جارت الانتخابات، ما في شيء بيقدر يمنعنا عن إجراء الانتخابات. ما كان في مظلة يومها، بلا كان في مظلة دولية. إيه اليوم ما في لا عربية ولا بلا في مظلة دولية.
كل التسويق الذي يتم عبر بعض وسائل الاعلام انه مصادر دبلوماسيه غربيه تقترح التمديد والتجديد، ايه بعتقد هيدي فقاعات مفتعله، لانه ما ممكن الاوروبي يكون غير منسجم مع قناعاته بتداول السلطه، ما ممكن. نعم. اللي شجع على انتخابات بليبيا واللي شجع على انتخابات بمصر واللي شجع على انتخابات بتونس، ليه بده يمنع الانتخابات عن لبنان؟ وليه بده يقول للابقاء على الاستقرار؟ ليش اساسا خلينا نقول ليش اساسا اذا جرت الانتخابات نكون رايحين باتجاه تفجير البلد؟ شو هالطفنيسه هيدي؟ اذا اتت نتائجها بعكس ما يشتهيه البعض، يمكن هنا هذا هو المقصود. ايا تكن خلينا نكون واضحين، بال 2005 ربحت قوى 14 اذار، هل استطاعت ان تحكم؟ كلا. منعت. وكذلك في العام 2009 انتصرت في العام 2009 ودولة. نعم. الرئيس سعد الحريري قال ما راح اعمل الا حكومه وفاق وطني، يعني فريق 14 اذار اللي امسك بالاكثريه قال انا لن اذهب باتجاه حكومه احديه. اليوم يقول عكس ذلك. شو عم بيقول؟ شو قال؟ بخطابه بلبيان شو قال دكتور رئيس سعد الحريري؟ شو بدي بالقراءات الديماغوجيه اللي صارت لهذا الخطاب؟ شو قال؟ نعم. تعالوا نبحث معا عن مساحه مشتركه. نعم. اوكي؟ ويمكن بمحلات اخرى الافرقاء الاخرين مدعوين انه يمدوا ايدهم ويقولوا كمان تعالوا نبحث معا عن مساحه مشتركه. انا بدي اقول لك شغله كثير مهمه. ممنوع تأجيل الانتخابات، ممنوع، لأنه هيدا سوف يضرب الديمقراطية التوافقية والديمقراطية الميثاقية. نعم. ممنوع تأجيل الانتخابات، وأيا تكن النتائج اللبنانيون محكومون بالعيش الواحد، ولكن محكومون بالعيش الواحد تحت سقف الدولة بشروط الدولة، مش بشروط الأفرقاء السياسيين الذين يشكلون بنية النظام السياسي اللبناني. خلينا ناخذ فاصل، ولكن لنختم الحديث عن الموضوع الانتخابي بكاريكاتير غانم بالجمهورية تحت عنوان من لديه مشروع انتخابي فليقدمه لكن ليس على طريقة نواب دليفري. بيرسم الرئيس نبيه بري أمام مجلس النواب يقول محتجا كل يوم دليفري، وذلك بعد ما قال امبارح الرئيس بري أنه ما رح يقبل بأي مشروع انتخابي يكون على طريقة الدليفري أو المشروع المستورد. رح ناخذ فاصل. هيدي هي الكاريكاتير، يعني الله يعين الله يعين دولة الرئيس نبيه بري، ولكن ايضا دولة الرئيس نبيه بري مدعو الى ان يقوم، وهنا اعول اكثر على دور فخامة رئيس جمهورية فعليا. نعم. ان يقوم بدور وسط جدي وان يبتعد عن امكانية الانصياع لخيارات قد يكون هو في داخله غير مقتنع بها. لحظات مع فاصل، نعود بعدها لمتابعة الحلقة مع الأستاذ زياد الصايغ. تحت عنوان المازوت اللبناني إلى سوريا بحرا، نشرت المستقبل صورة من منشآت النفط في الزهراني التي وصلت إليها باخرة أجنبية حملت بنحو 5000 طن من المازوت وأبحرت باتجاه السواحل السورية. يعني بعد ما كان النقل عم بيتم عن طريق البر صار اليوم عن طريق البحر. هل بتخاف من تداعيات جراء ذلك؟ المجتمع الدولي يعلم جيدا أنه في متنفس لتزويد سوريا بالكثير من القضايا الموضوعة على لائحة الممنوعات، وهو يعلم ذلك. السؤال يطرح على اللبنانيين، مش شو التداعيات اللي بتجينا من بره، نحن كلبنانيين هل نحن جزء من منظومة الشرعية الدولية؟ وهل نحن جزء من منظومة جامعة الدول العربية؟ أم نحن نمارس سياسة، إذا بدك سياسة خاصة أحيانا تكون نائب النفس وأحيانا تكون انخراط؟ أنا بدي سلم جدلا انه هيدا المازوت يذهب لتزويد الشعب الكهرباء. يعني. نعم. وتقديم الخدمات للمستشفيات والى اخره. خلينا نبقى بهذه البراءة في الطرح، ولكن علينا ان نتنبه ايضا انه الحكومة اللبنانية مسؤولة عن الشرح للرأي العام اللبناني. نعم. الى اين فعليا يذهب هذا المازوت؟ واذا عم يروح للناس يمكن لازم ابعت كل يوم 20 باخره، ولكن بيبقى
انه المهم ان نمارس سياسة النائي بالنفس، مثل ما قالت سفيرة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في تصريحها من يومين، انه يجب ان نتوقف عن الكلام بالشعارات عن سياسة النائي بالنفس، ويجب ان نذهب الى الفعل. وهيدا من بعد ما كان في ترحيب بسياسة نائب النفس، في عنا إشارة من الاتحاد الأوروبي واضحة أنه مارسوا هذه السياسة ولا تنخرطوا في وحول الأزمة السورية. تقصد الحكومة ومكوناتها، ولكن الجواب بأكثر من مكان كان يأتي أنه تصرف فريق معين أو يعني لا يلزم الحكومة، سواء بالنسبة لمشاركة حزب الله في القتال في سوريا أو بالنسبة للمازوت، أنه هيدا مش وزارة النفط يلي قررت. شو هالقدرة على اللبنانيين أن يتحملوا المسؤولية في السلطة ومن ثم يذهبوا باتجاه معارضة السلطة نفسها التي يمارسونها هم؟ يعني ما بعتقد أنه في حدا بيقدر يستوعب فكرة أنه أنت فريق تحكم البلد وتصدر موقف، بعدين بيجي رئيس الحكومة بيقول لك هذا الموقف ما بيلزم الحكومة، ما هذا الفريق ممثل في الحكومة. يعني نعم. كمان مثل ما عندهم اللبنانيين قدرة إبداعية بإيجاد مصطلحات مثل سياسة نائب النفس، ما في شيء بعلم البوليتيك اسمه النائب النفس، في حياد إيجابي، حياد كامل، ما في شيء اسمه نائب النفس. نحن تما نقول نحن بالحياد الإيجابي رحنا باتجاه النائب النفس أو ما عاجزين عنه، مثل بال 2006 2007 وقت كنا عم نحكي عن ترسيم الحدود، ما تحكوا ترسيم حدود، احكوا عن تحديد حدود. إما أن نقتنع أن لبنان ملزم بعدم الانخراط لا سلبا ولا إيجابا مع ما يجري في سوريا، وما يجري في سوريا هو قرار الشعب السوري، وأما نحن منكون عم نورط بلدنا بمشاكل نحن بغنى عنا. وهون بدي روح على ما جرى في لبنان بين 1975 و1990. طب مين ورط من الدول العربية نفسه ونقل الأزمة اللبنانية إلى دولته؟ ما حدا. بالوقت اللي كانوا هن تقدموا 20 سنة لقدام كنا نحن عم نتدمر. طب اليوم نحن عنا فرصة إن نبقي على الاستقرار في لبنان ونمارس سياسة الحياد الإيجابي تحت سقف إعلان بعبدة. إعلان بعبدة هو السقف. ليه بدنا نروح ونورط حالنا على كل المستويات؟ هلأ عندما يحتاج الإخوة السوريون إلى مساعدة على المستوى الإنساني، وهذا ما نقوم به، ولكن مش بشكل محترف، مش بشكل لائق مع اللاجئين السوريين، لأنه ما في خطة استراتيجية لهالموضوع. بعتقد اللبنانيين مدعوين إلى أن يساهموا في الاستجابة لنداءات الإغاثة للشعب السوري من منطلق الأخوة، لأنه نحن كمان بكثير من الأزمات وتحديدا بال 2006 استقبلونا الإخوة السوريين عندما كان بلدنا يدمر. بموضوع حزب الله، اعتبرت ميرفت سيوفي بالشرق أنه يورط الشيعة في معركة بشار الأسد، تقول أن إيران تخوض معركة مصير مشروعها للمنطقة برمتها، وتشير إلى أن نصر الله يعقد لقاءات متتالية مع قياديين وكوادر من الحزب وبعض الحلفاء الذين يمكن الاتكال عليهم، فيما لو تطلبت الأمور تدخلا عسكريا مباشرا لدعم نظام الأسد. بمكان آخر، السفيرة الأمريكية مورا كونيلي حذرت الرئيس سليمان ورئيس ميقاتي بحسب جريدة اللواء من مخطط سوري إيراني سينفذه حزب الله بهدف إقامة منطقة آمنة للنظام السوري على الحدود مع لبنان، تمتد من الجنوب وتمر بالبقاع وتصل إلى عكار. إنها مسؤولية الشرعية اللبنانية، الحكومة يعني الشرعية اللبنانية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية وبالسلطة التنفيذية وبمجلس النواب وبالمؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، أن لا تقبل وأن تضرب بيد من حديد أي تدخل لبناني من هذا الطرف أو ذاك فيما يجري. يعني عبر تقول بذلك ان هذا الامر يتم عبر نشر الجيش على الحدود او نشر قوات دوليه. اولا نشر الجيش اللبناني على كل الحدود. انا بعتقد اذا في قصور لدى الطبقه السياسيه
ولدى الحكومة اللبنانية لتأمين غطاء السياسة للجيش اللبناني. نعم. قد يكون فخامة رئيس الجمهورية مع قائد الجيش هن مؤتمنين على إعلان حالة طوارئ جدية واتخاذ قرار بنشر الجيش على كل الحدود أولا. ثانيا، إذا استدعى هذا الأمر طلب مساعدة، هذا بتقرره الدولة اللبنانية أي شكل من أشكال المساعدة، ولكن الشرعية اللبنانية ممثلة بالمؤسسات الدستورية والمؤسسات العسكرية هي مدعوة إلى إنهاء التفلت على الحدود يلي عم يمارس، لأنه بنسمع أنه في طرف عم بيمارس هذا الموضوع بس في طرف تاني عم بيمارسه كمان. المطلوب وقف أي تفلت لدى كل الأطراف، لأنه هيك بنحمي لبنان. بالساعات الأخيرة الأنظار اتجهت لطرابلس تحديدا بعد تكرار هيك الأحداث الأمنية فيها. جريدة المستقبل قالت أنه بكل مرة ترتفع حدة المواجهات في دمشق تقفز طرابلس إلى الواجهة، حيث تبدو وكأنها على حافة اختبار جولة عنف جديدة تدور رحاها بين منطقتي جبل محسن وباب التباني. جريدة السفير قالت أنه بنفس السياق ثمة سؤال بات على كل شفة ولسان في طرابلس، هو متى ستنطلق جولة العنف 15 في المناطق الساخنة في التباني والقبة والمنكوبين وجبل محسن. هذه المحاور باتت على أهبة الاستعداد لانطلاق جولة عنف جديدة بانتظار المبرر المحلي والخارجي. يعني جريدة السفير بتنقل هنا عن النائب كبارة أنه يرفع الصوت ويقول أنه طرابلس تتعرض لمؤامرة، وبنفس الوقت المسؤول الإعلامي بالحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح يدق ناقوس الخطر حيال ما يجري. يعني إذا كان الطرفان الرئيسيان في المدينة عم يعترفوا بأزمة وبمأزق، نعم، من يفتعلها؟ يعني أولا باب التبين وجبل محسن، خلينا نعترف نحن أمام حزامي بؤس وفقر تستنفر فيهم الغرائز وتستثمر فيهم أموال بسلاح من هون ومن هون. السؤال المطروح، إذا كان طبيعة الصراع الدائر في طرابلس ما بين باب التبين وجبل محسن تحديدا طبيعته مذهبي، نعم، وفي كلام عم بينقال انه سني علوي، نعم، واعاده تموضع للطائفه العلويه ربما بسبب ما يجري في سوريا ونوع من الانتفاخ السني بهذا الموضوع، لانه هذا في نقاش فيه بالبلد، كل الصحف كل صحيفه بتقربوا من منطلق معين، كل سياسي بيقربوا. السؤال المطروح بعد لهلا ما استطاعت الدوله اللبنانيه ان تجمع كبار العلماء السنه والعلويين على طاوله واحده مع المرجعيات السياسي، ما عم بحكي عن اجتماعات مصغره بتجي، نعم، بتجي على قاعده ردات الفعل بعد مشكل، هي بعد مشكل، نعم. اذا في معالجه على المستوى الثقافي الحضاري والخطاب السياسي، لانه العنف الميداني ياتي نتيجه العنف الكلامي والعنف السياسي. النقطه الثانيه، ما هي المعالجات الاقتصاديه الاجتماعيه لاحزمه البؤس في هذه المنطقه؟ اليوم في عندنا 5 وزراء من طرابلس، هل هناك، نعم، وزير متفرغ فعليا للقيام بدور جدي في طرابلس مع الناس؟ نقطة التالتة، ما في شيء اسمه هذا سني وهذا علوي باب التبان جبل محسن، ما هودي كلهم لبنانيين بالنتيجة ومرجعيتهم دولة اللبنانية. وأنا بعتقد أنه الجيش اللبناني الذي ضرب وسيضرب بيد من حديد حتما إذا توفر الغطاء السياسي له، وهو بالحد الأدنى خليني أقول وبين الاجتماعات التي عقدت في أكثر من منزل مرجعية طرابلسيين وخي في غطاء سياسي، نعم، المطلوب أن لا نذهب لا إلى معالجات أمنية ضيقة ولا أيضا إلى معالجات ارتجالية على المدى القصير، لأنه هلأ رح نرجع نسمع يمكن بعد جمعتين أنه كلفت الحكومة مجلس الدفاع الأعلى لوضع خطة لطرابلس. كم خطة صرنا وضعين لطرابلس من سنتين لهلأ؟ صرنا وضعين شي 20 خطة، ولكن بلحظة ما ينفجر، نعم، الصراع. المطلوب أولا مقاربة ثقافية حضرية حوارية ومقاربة اقتصادية اجتماعية تواكب المعالجة الأمنية والمعالجة السياسية بطرابلس. فاصل قصير بعده مباشرة بقية المواضيع سنطرحها عليك أستاذ زياد الصقيح. ب
بداية القسم مع مقال راشد فايد بجريدة النهار كتب فيه أن ليس رفع صورة الملك عبد الله بن عبد العزيز بدبي مصادفة وليس عملا فرديا، كذلك الكلام على البحرين إنه تحريض غير منفصل عن استراتيجية شيطنة الأكثرية الدينية الإقليمية وأبلست من منها في لبنان، حتى وريقات ما سمي كتاب الإبراء المستحيل الذي يستحيل تجاهل هزال ما يحويه وهزله ليست خارج سياق الشيطنة. بيقول رفع الصورة لم يلاق انفعالا سعوديا يترجم بالتضييق على اللبنانيين، لم يتح للجنرال اتهام الأكثرية الإقليمية بخنق المسيحيين واستكمال حلمه بإشهار تحالف الأقليات الذي يمارسه ضمن جوقة لم تعد مجهولة. لبنان بلد الحوار المسيح الإسلامي، لبنان بلد الاعتدال، وإذا أتت هذه الصور بدي أتأسف أقول أنه ردة فعل، لأنه مش مسموح تعمل ردة فعل إذا صار في خطأ تجاه مرجعية دينية. وغبطة البطريرك الراعي ما هو معه ردة فعل على هذه الرسوم وتلقى اعتذار سعودي. بعتقد أنه في جو عام عم ينخلق للأسف مسيء لروحية لبنان، مسيء لميثاقية لبنان. لبنان هذا البلد الذي يأتي إليه الجميع وبتشوف الجامع حد الكنيسة، بتشوف الحوزة حد الجامع وحد الكنيسة، بتشوف الخلوة حد الحوزة وحد الجامع وحد الكنيسة. بيبقى أن ننقي ضمائرنا فعليا من كل الطروحات الديماغوجية التي تريد تحقيق مقارب سياسية ضيقة. يعني نعم كل ما يعني كل ما اقتربت الانتخابات نحن أمام ارتفاع لي. بدوز إيه بس هذه المواقف بس لي. سؤال لي لأنه في شارع عم يقتنع فيها. من المستفيد رولا؟ من المستفيد من شد العصب المذهبي؟ رح تقولي لي القيادات السياسية لأنه هيك بتشد عصبها. معقول نحن سنة 2013 عم نشد العصب المذهبي والعصب الطائفي بدل ما نشد العصب المدني والعصب الوطني؟ في شيء غريب. هل هالقيادات كلها سوا مسؤولة إلى توسيع المساحة المشتركة بين اللبنانيين وليس تعميق الهوة مساحات العزل؟ نعم تقول ذلك إنه إذا كان المشكلة عند هالقيادات منا كمان مشكلة إنه في بعض الشارع بعده يقتنع بهذه مش بس هو مقتنع، هو يتبنى وهو أحيانا يتفوق على قياداته بشد العصب المذهبي. ليه؟ في وين المشكلة تحديدا؟ في مشكلة بالتربية، عدم ثقة، وليك مشكلة بالتربية أولا. نعم، ولا مرة نحن بتربيتنا نذهب باتجاه تعميق الحس الوطني اللبناني. اثنين، في عدم ثقة. نعم، مشروع الدولة اللي عم يشوف اليوم المشهد السياسي العام والمشهد الاقتصادي العام الاجتماعي العام ومشهد السياسة الخارجية العام ومشهد الأمن المتفلت يلي بنشوفه يلي بيّن بعمليات الخطف المتدد. نعم هلأ رح نختم الحلقة، بيّن في تسيب بهيبة الدولة بسيادة الدولة لدرجة أنه معالي وزير الداخلية بيقول نحن عم نحاول نقوم بدورنا بس ما فينا نأمن الحماية لكل مواطن. شو هالقصة هاي؟ الدولة مسؤولة عن كل مواطن. شو أنا بأمن الأمن للكل بس ما فينا أمن لكل شخص؟ ليش الدولة من مين مؤلفة؟ مؤلفة منا كأفراد. يعني أنت وقت بتقول أنا مش قادر أمن الأمن لكل فرد، شو عم بتقول؟ عم بتقول للناس الجأوا لأمنكم الذاتي. طالما فتحت موضوع الخطف، اليوم جريدة الجمهورية على الغلاف من يحمي أولادنا من الخطف، منشوف هيدي صورة محمد عواضة إلى جانب الشقيق وبعد تحريره من خاطفيه بعد ما تم دفع فدية مالية. معقول 35 عملية خطف تم دفع أكثر من 30 فدية لهلا أو 29 فدية لهلا لم يضبط ولهلا ما ضبطوا الناس؟ يعني عن جد في شيء ناس معلومون، ناس معلومون بالاسماء ليش ما بنلقطهم؟ لماذا؟ ما بعرف. هيدا برسم مش وزير الداخليه، وزير الداخليه قائم على مؤسسه وزاره الداخليه والبلديات، بعدين في عندنا اجهزه امنيه وعسكريه عم بتنسق مع بعضها لشو؟ حتى تلقط وتطمن اللبنانيين تقول لهم هذا الموضوع توقف. ممنوع بقى يكمل هذا المسلسل. شو هالمسلسل الدرامي؟ شو هالمسلسل الهزلي؟ شو هالمسلسل يلي بيضرب ما تبقى
ما تبقى من شكل الدولة اللبنانية. هل من هذا المنطلق هل فينا نقول مقصود ضرب ما تبقى من شكل الدولة اللبنانية، ومن يستفيد من ذلك؟ من يستفيد؟ من لا يريد مشروع الدولة في لبنان، ومن لا يريد فعليا أن يرى اللبنانيين رغم كل اختلافاتهم على كل المستويات الطائفية والسياسية والعقائدية والحزبية والخيارات الاقتصادية الاجتماعية قادرين يقولوا للعالم لا نحن نموذج رغم كل الاختلافات، نعم. قادرين نحافظ على لبنان الرسالة، وعلى لبنان الصيغة والميثاق، وعلى لبنان العيش المشترك. هل من لا يريد، هل هو من داخل لبنان تقصد أو من خارج لبنان؟ أنا بعتقد المتضرر من مشروع الدولة هو فعليا الذي لم يؤمن حتى الآن بإمكانية قيام دولة في لبنان على كل المستويات، ولكن نعم. إذا بدي أحكي عن المجتمع الدولي والعالم العربي بعتقد هن بعضهم لهلأ عم بيقولوا إنه الاستقرار السياسي والأمني والاقتصاد الاجتماعي في لبنان هو أولوية من أولوياتنا. بهذا المعنى هني عم بيراهنوا على نجاح أي مشروع، مشروع الدولة. فإذا المطلوب من اللبنانيين إنجاز دينامية داخلية تينجوا بلدهم من الانزلاق نحو كارثة الدمار والتفتيت التي عجز عنها الآخرون القيام بها من 1975 ل 2005. بدي أشكرك شكرا جزيلا الكاتب السياسي الأستاذ زياد الصايغ على مرافقتي وعلى قراءة كل هذه المواضيع معنا اليوم في شكرا. كلام بيروت. أيضا أشكر المشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.